هنعملها ازاي بقى البيتزا المسكره دي؟ هنستخدم فيها خوخ، دقيق، روح لوز، او ميه ورد، او ميه زهر، او من غير خالص، ممكن نحط فانيليا مكانهم، سكر بني، خوخ، لوز مقشر، زبده، وجبنه كريمي او لبنه او ساور كريم، اي حاجه انتوا عايزينها، بس تكون اهم حاجه ما فيهاش ملح. هنعمل ايه بقى؟ بسم الله، نشغل هنا ونشغل هنا. طيب اول حاجه هنا هنعملها ان احنا هنحط في الحله الزبده، ومع الزبده هنحط السكر البني. هنا في نوعين سكر، سكر ابيض وسكر بني، وده طبعا يعني ممكن نستخدم نوع واحد بس مفيش مشكله اهو. اوكي تمام تمام طالما حاطين زبده قلنا كذا مره ان ما نخافش بقى ان احنا نقلب. هنا هحط الجبنه الكريمي دي اللي هتبقى البيز بتاع البيتزا بدل الصوص، وهنا الجبنه الكريمي تكون اي حاجه ملهاش طعم، يعني بطعم القشطه ما فيهاش ملح. قبل ما يبتدي السكر يغمق نحط فيه اللوز، ننزل عليهم الخوخ، بنتعامل طبعا بحذر شديد. طيب الدقيق احنا حاطينه ليه؟ الدقيق اذا لاحظتوا ان الصوص هنا الخوخ نزل فيه ميه كتير، هنحط معلقه دقيق نربط بيها الدنيا، او معلقه نشا. اذا حسيتوا انه تمام خلاص يبقى احنا مش محتاجين حاجه. هنعمل ايه؟ روح اللوز او ميه الورد او ميه الزهر او الفانيليا في الاخر خالص، تك تك تك، نقطه من الحاجات القويه قوي، ويعني مش من الحاجات السهله. ونخلي بالنا ان روح اللوز دي ما تكونش مره، تكون روح لوز حلو عشان في منه مر جدا. هنا هحط معلقه زيت واحده اشوح فيها اللوز اللي هقدم بيه، وممكن نسيبه على فكره ني ابيض كده، يعني ابيض قصدي مش متحمص، يعني مش ني، مش متحمص اقصد، برضو بيبقى حلو جدا. طيب طبعا انتوا في البيت هتسيبوا الخوخ ده يهدى خالص، وبعدين تحطوه على العجينه بتاعه البيتزا، مش هتحطوه عليه وهو سخن مولع كده، لانه اساسا مش هتقدروا تاكلوه وهو سخن مولع كده. اتفقنا؟ Thank you.